اللي كانت ب 12 درهم دابا نزلت حتى 6 درهم، يعني ماتش مزيان دابا 6 دراهم بالنسبه ليوم الاربعاء، يعني تمام مزيان. وهذا الشيء دابا راجع، يعني حيت شفنا السلطات الولائيه كتمشي لعائله مكان في المارشي في زكان، يعني وكتحاول تحاصر دوك المضاربين ودوك السمسره اللي يسمو اللي كيتسمسروا في السلعه، وكذلك دوك لي شارج اللي كانوا اللي كيمشيو لموريتانيا يعني نقصوا داكشي علاش يعني ماتشا نزلت شويه. وحتى بالنسبه للكورجيت، الكورجيت هي نزلت يعني بعد ما كانت ب 15 درهم يعني ولات دابا ب 10 حتى 9 دراهم مزيان. البطاطا اللي باقي شويه باقي شاده الثمن، باقي دايره 4400 الصندوق، يعني الثمن ديالها 9 دراهم. البصله حريف حتى هي باقي غاليه 7 دراهم. البصله كركوبه مازالت حتى هي دايره 12 درهم حيت ماشي الموسم ديالها، هذا هي كتكون ديما غاليه. بالنسبه للجزر يعني 5 دراهم، اللفت 6 دراهم، البربر 4 دراهم، يعني مزيان، يعني بدات كتستقر الى حد ما. في الفلاح الحلوه مازال شاده شويه الثمن 12 درهم، الفلاح الحلوه خضراء والحمراء. القوق باقي غالي 15 درهم حيت كيجي من الغرب، يعني تما كاين الثلج داكشي علاش غالي. الشوفلور 8 دراهم. اللوبيا مازال غاليه حيت اللوبيا تاهي ماشي الموسم ديال هذا، يعني ما عندهاش علاقه هي ب يعني ديما الوقيته كتكون غاليه، يعني كاينه بين 20 حتى 25 درهم اللوبيا. الجلبانه كاينه من 16 درهم حتى 18 درهم الجلبانه. الفول 10 دراهم. والربيع بالنسبه للقزبور باقي غالي شويه، القزبور داير 90 فرانك جمله، يعني كيبيعوه كيبيعونا بدرهم حتى لدرهم و30 فرانك وصافي. بالنسبه للخيار حتى هو الخيار باقي شاد شويه الثمن 8 دراهم. الباطا حلوه 8 دراهم، اللفت البلدي 8، الحامض بين 7 و 8، البروكولي 25 درهم، لي زيبينار 5 دراهم. يعني يعني لمسنا واحد شويه ديال الانخفاض، يعني بدات يعني بدات السلعه كتنزل الحمد لله، بدات كتنزل شويه بحال الماطيشه. يعني البصله كما قلنا ماشي الموسم ديال هذا، والبطاطا اللي باقي غاليه شويه، البطاطا مازال شويه شاده الثمن ديالها 9 دراهم. يعني الا بقى هذا الشيء، الا بقات المراقبه هكا في المارشي ان شاء الله، حنا كان يعني كنتنبؤوا ان شاء الله بان غادي تنزل ان شاء الله باذن الله. يعني حنا ملي كنمشيو للمارشي دابا القانون اللي كيحكم في المارشي هو قانون ديال العرض والطلب، يعني ملي كنلقاو العرض كثير يعني العرض كثير والطلب تيكون قليل، يعني السلعه كتنزل كتكون السلعه طايحه في الثمن. بحال دوك الايامات ملي كانت غاليه راه كان العرض قليل، ملي كنمشيو للمارشي كنلقاو العرض كنلقاو السلعه قليله وكيكون الطلب كثير. عاد دوك يعني الا ما تحددنا كاع المضارب، نقولوا كاع المضاربين ما كاينينش، يعني غير السلعه اللي كانت قليله وكان العرض كثير راه السلعه كتطلع في الثمن. وكما تحددنا من قبل يعني السلعه اش كيجي عليها ملي كتكون قليله في المارشي، لي شارج كتكون السلعه كتمشي لبلايص اخرى، كتمشي لموريتانيا، كتمشي لبرا، يعني كيفاش السلعه كتكون قليله. هنا بالنسبه للاسعار ديال الفواكه ما كاينش واحد الزياده، لان 8 درهم مستقره نظرا لانه اغلب الفواكه مستورده، والفواكه ماشي موسميه كتبقى ديال الفريكو، وكاين شي فواكه اللي هي موسميه بحال الماندرين الليمون اللي مزيودين بواحد شويه مقارنه مع السنه الماضيه، كانت 6 دراهم 7 دراهم، هذا العام 9 دراهم 8 دراهم. بالنسبه للافوكا وبالنسبه للكاكي وبالنسبه للمون وبالنسبه لدوك الفواكه المستورده الثمن ديالهم باقي هما مستقرين. وبالنسبه للخضر هما كاين واحد الارتفاع صاروخي بحال الماده ديال الطماطم وماده ديال البطاطس وديال البصل، بزاف باقيين واحد اثمنه صاروخيه ما تفاجئنا بهذه الاثمنه هذه السنه هذه لعده عوامل، منها عوامل مناخيه وكاين بحال المازوط بحال الاسمده غاليين بزاف داكشي علاش، وكاين الاكراهات بحال المضاربه مثلا في هذه المواد هذه بزاف المضاربه، بزاف كيجي الفلاح كيتقداو الناس مع هذيك ثلاثه صماصيره كيتقداو وكيبيعوا الاخرين، ما كتوصل للتاجر ديال التسقيط تولي واحد الثمن اللي هي خياليه تقريبا. الفلاح دابا ما كيبيعش بالثمن بزاف، الله يحسن العوان راه جوج الناس دابا اللي مضرورين هو التاجر ديال التسقيط والفلاح. الفلاح كيبيع الثمن رخيص وصماصير المضاربين كيدوا اثمنه باردين، ما كيضربوش عليهم تماره، اللي كتوصل للتسقيط حنا كنواجهوا المستهلك. المستهلك ملي كتقول لي واحد الثمن اللي هو خيالي راه حتى هو اللي يحسن العوان، يحسن العوان بحال ماطيش 10 دراهم 13 دراهم، ما كتخليش يدي شي حوايج اخرين، ما كيديش باقي الفواكه كيقولوا بالنقص، كيقولوا بالنقص داك الشيء، لان الخضره غاليه، الخضره راه كدير كيتقدا بنادم بزاف، الخضره حيت كتستهلك بزاف، هذا هو اللي كاين.
لا الحمد لله الفواكه ملي تحركت السلطات وتحركوا المسؤولين بلينا كنشوفوا واحد التراجع في الاسعار، كتجي واحد الانخفاض كل نهار كطيح تقريبا 5 دراهم في الصندوق كل نهار يوميا. بالنسبه للفواكه هما الثمن ديالهم مستقرين لديك الاسباب ديالهم، هما بالنسبه لي انه هما ماشي موسميه بزاف، ماشي بحال الخضر. المهم الحمد لله الخضر بعدا والفواكه بعدا بقى يتنقصوا شويه بشويه نظرا للمجهودات اللي كدير السلطات والناس اللي مكلفين بالقطاع، وحتى الفلاحه الحمد لله حتى هما كينقصوا شويه والحمد لله نشكروا الحمد لله نحمد ربي على الرحمه بعد اللي كاينه الحمد لله. كل خير ان شاء الله من هنا لقدام. كرباتا